السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد بصحبتكم وليلة جديدة من ليالي كورة بلدنا. حصاد يتجدد معكم مساء كل يوم على شاشة الاحترام وشبكة LTC وبرنامجكم كورة بلدنا. ومش عارف ليه هو النهاردة أول مرة كده تروح تنور الكاميرا قدامي، ولا خالد يقول لي اتفضل ولا أي حاجة. هو الإيربيس فاصل ولا في حد جات له السكتة القلبية في الكنترول؟ جماعة يا جماعة، حد يتنفس في ودني بس عشان اعرف ان الناس حية. ما انا ما سمعتك اتفضل ولا اي حاجة، والله العظيم ما سمعت. لا يعني انتوا تمام في الكنترول؟ يا ما فيش حد جاله الضغط ولا السكر ولا حاجة؟ طب الحمد لله. طيب بيقول لي شهاب اجازه. طب اثبت انه شهاب ابو مغيث، خليني ابدا وهنيه زميلنا العزيز الاستاذ شهاب ابو مغيث عضو فريق اعداد برنامج كره بلدنا، ربنا رزقه بتول. فطبعا كل آل مغيث في سوهاج لهم منا كل التحيه وبنبارك لهم. يعني شهاب ابو مغيث ده دلوعه آل مغيث يعني، وحبيبنا ودلوعه البرنامج، فبنقول له مبروك قدوم بتول. وهو طبعا في اجازه علشان خاطر سبوع بتول في البلد عندنا في سوهاج، فبنقول له مليون مبروك وربنا يجعلها وش سعد عليك ان شاء الله باذن الله، وتكون ادم خير باذن الله تعالى. قدامكم اهي يعني وجوه مغيث تكتسي بالبهجه والسرور بقدوم الملكه بتول. شاعر يا جماعه اللي كاتب التهنئه، شاعر. وجوه آل مغيث تكتسي بالبهجة والسرور بقدوم المبروكة بتول. مليون مبروك يا شهاب، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يجعلها قدوم خير وسعد. وتحياتي لك وللأسرة، وتعد لنا بالسلامة إن شاء الله الاثنين القادم، وتحتفل مع أسرتك بأسبوع بتول، ويكون كل أيامكم أفراح بإذن الله. طيب كل يوم بنختار موضوع للمقدمة قبل أن ندخل في العناوين وتفاصيل الحلقة. امبارح اتكلمت عن موضوع الكابتن أحمد شوبير والكابتن حسام البدري، وزي ما قلت لكم كنت انفردت أنا في برنامج كرة بلدنا عن قصة كينو، وقلت إن كينو والادعاءات الكاذبة بأن حسام البدري رفضه في الأهلي قولا واحدا هي مزاعم من شأنها التضليل والتقليل من قيمة وقدر اسم بوزن حسام البدري. كلمني ناس من أمريكا ومن أوروبا النهاردة من متابعين البرنامج، بيكلموني وبيشكروني وبيشكروا البرنامج على أنه تناول الموضوع بحرفية ووضح من خلاله الحقائق. وأنا قلت ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولكن ربما لم أكن أريد أن أغالي في الأمر، ولكن أكنب صراحة وعلى بساطة هي محاولة لتشويه رموز النادي الأهلي الذين عملوا باحترافية داخل منظومة بيراميدز سواء كان نادي أو قناة. أقول تاني، حملة ممنهجة للنيل من لاعبي الأهلي السابقين ورموزه الكبار الذين قبلوا بالعمل باحترافية واحترام في مجموعة بيراميدز سواء كانت الإعلامية أو سواء كانت الكروية. يعني تجد محمد فضل في مجموعة أون سبورت وكل رفاقه من الأهلوية الموجودين في أون سبورت لا يتناولهم أحد أنهم خانوا الأهلي عندما عملوا في الإعلام، سواء بتكلم عن الكابتن عماد متعب، بتكلم عن الكابتن عادل مصطفى، بتكلم عن الكبير العظيم الشيخ طه اسماعيل، بتكلم عن الموقر المحترم القيمة الكبيرة لكل الأهلوية وبيحبوا الأهلوية عماد متعب، بتكلم عن محمد فضل، بتكلم عن الناس دي كلها. على الرغم من أن إذا كان عماد متعب، عادل مصطفى، الشيخ طه اسماعيل دول في كوم، ومحمد فضل اللي بيشتغل ماسك منصب في النادي الاهلي وبوزيشن ده كوم تاني، ومع ذلك لم يخرج علينا مثلا الكابتن احمد شوبير،
ولم يخرج علينا احد ويقول كيف لمحمد فضل ان يعمل في منظومة اون سبورت، وكيف لمجلس ادارة النادي الاهلي ان يتركه يعمل. وزي ما بتقول لكل شيء محلل ولكل شيء مبرراته، عندما تسأل يقولون لك هو لا يشارك في تحليل مباريات النادي الاهلي، في حين ان زمان مجلس حسن حمدي استبعد زيزو من النادي الاهلي عندما كان يعمل مديرا للنشاط الرياضي من منصبه بسبب تحليله في قناة النهار. وهكذا الازدواجية في المعايير يمينا او يسارا. فالناس اللي كلمتني بصراحة بتقول نحن نرى في البرنامج انه لا يعرف الوان بالقسطاس المستقيم دون ان يكون هناك ميل للابيض على حساب الاحمر او الاحمر على حساب الابيض، او نحن لا نتاجر، نحن لا نتاجر بمهنتنا من اجل ارضاء الجماهير. فبصراحة حسام البدري وما قلته بالامس في برنامج كرة بلدنا، وعاود واكرر انها حملة ممنهجة للنيل منه ومن اي حد شغال في بيراميدز ينتمي للنادي الاهلي. هم يفسرون ذلك، وهم عندما يفسرون يعطونك الايحاء بانهم ملائكة يمشون على الارض، وربما تكون العيوب تملأهم من مخمص قدميهم وحتى منبت شعورهم. ولكن خلينا اتكلم وازيدكم من الشعر بيت. النهاردة فاجأنا المستشار تركي الشيخ ببيان رهيب من وجهة نظري ضمن هذا الموضوع الذي أثار حفيظة الكثيرون من الأهلوية وغير الأهلوية، ولماذا طرقه شوبير في هذه الآونة، ولماذا تحدث عنه، وأذكى أسرار كانت في جلسة خاصة. الناس عندها فضول عايزة تعرف هو شوبير عمل كده ليه، وبيقول أنا شاهد عيان. الكابتن حسام البدري طلع بيان ناري ذكرناه بالامس، ولكن بيان الكابتن حسام البدري لم يكن فيه التفاصيل التي جاءت في بيان المستشار تركي الشيخ. بيان المستشار تركي الشيخ النهارده تحول الى حديث الساعه. كشف المستشار تركي الشيخ رئيس الهيئه الرياضيه السعوديه عن الانباء التي ترددت بشان رفض حسام البدري ضم كينو لاعب بيراميدز الحالي للاهلي في الموسم الماضي. وقال الشيخ في بيان اليوم: البدري لم يرفض انضمام كينو للاهلي. خلي بالكم وركزوا علشان خاطر دي شهاده مهمه جدا لوجه الله يدلي بها المستشار تركي الشيخ في هذا البيان، ليس لتبرئه حسام فقط، وانما لكشف زيف كثيرين من الذين اعتادوا المتاجرة بالكلمات والتلاعب بمشاعر الجماهير. الراجل قال صراحة اهو، كان هناك جلسة شهيرة في يناير على هامش مباراة الشباب والاهلي في اعتزال العظيم فؤاد الانور، وكان متواجد في الجلسة بالاضافة لرئيس النادي الاهلي محمود الخطيب واحمد شوبير وعدل القيعي وحسام البدري وحماد اسماعيل ووكيل اللاعبين علي الرماح. الرجل بيسرد واقعة، بيقول لك كان في جلسة على هامش مباراة اعتزال فؤاد انور نجم العرب والنادي والسعودية الشهير. الجلسة دي كان فيها محمود الخطيب، كان فيها احمد شوبير، كان فيها عدل القيعي، كان فيها الكابتن حسام البدري وقتها كان مديرا فنيا للاهلي، وكان فيها المحترم اسماعيل ووكيل لاعبين للرماح. ما في هذا الجلسة على لسان المستشار تركي الشيخ في البيان عرض كينو على الاهلي، ولقي اعجاب الجميع بما يعني بما فيهم حسام البدري. وكانت الرغبه لدى المستشار تركي الشيخ، الراجل بيقول في بيانه مش انا اللي بقول، وكانت الرغبه لدي ضمه بدلا من باقة في الانتقالات الشتوية، ولكن ادارة نادي الاهلي كانت لها وقتها يتم استقطاب اللاعب في فترة الصيف الانتقالات الصيفية، واتفق على كده كابتن محمود الخطيب قال لا نجيبه بدل باقة في يناير، خليه في فترة الانتقالات الصيفية نبدأ بيه الموسم الجديد، واتفقوا على كده. الراجل في شهادته بيقول: وبعد ذلك حصل الخلاف بيني وبين إدارة النادي الأهلي، بيذكر باحترامه، في شهر مايو وتم صرف النظر وتم انضمامه لنادي بيراميدز. يعني لحصل ان حسام البدري رفض ضمه للنادي الأهلي،
ولا حصل ان حسام البدري له سمة اي صلة بهذا الموضوع. وعندما تم اخذ رأي حسام البدري كان ضمن المرحبين وبقوة بضمه للنادي الاهلي. وبعد كده ختم: وفي الختام احب ان اوضح انه من العيب لا امانة ولا من الاخلاق تزوير الحقائق والتدليس لمصالح انتخابية او جماهيرية، زي ما انا قلت لكم اللعب بمشاعر الجماهير. طب ما هو اللي بيجي يتكلم النهاردة، طب ما احنا ببرنامج كرة بلدنا قلنا لابد ان نحافظ على المستشار تركي الشيخ العظيم، ونحافظ على كيان النادي الاهلي الكبير، ونضرب موعدا مع الحفاظ على الاستثمارات الاجنبية التي تمثلت في استثمارات بيراميدز في مصر، ووقفنا بشكل محترم ننادي بضبط النفس، وان يكون هناك كلمة سواء بين الجميع من اجل كرة القدم المصرية والعربية، بصفة ان مصر كبيرة وكبيرة جدا. ولكن من يراهن على صمتنا خسر كثيرا، لان ما ينفعك نصمت عندما يطلب منا الكلام، وما ينفعك نسكت عندما تطلب منا الشهادة. يعني خلي بالك، ما في اعلامي كبير، يعني مش عايز اقول اسمه، واخد بالصد والصورة 8 مليون جنيه، وفيلا في نيو جيزة، وسبع ساعات رولكس، والدنيا زي الفل، ومع ذلك بينفخ في النيران من اجل ان يؤجج جماهير الاحمر وجماهير مصر ضد تجربة بيراميدز. طب ما انت اللي كنت بتدافع وميت على التجربة، كبر مقتا عند الله ان تقول تفعون. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، اليس في جهنم مثوى للمتكبرين، المتكبرين الكاذبين. ده احنا كنا اول ناس انتقدنا اسلوب جارة في التعامل مع تجربة المستشار تركي الشيخ مع النادي الاهلي، وتحدثنا عن الساعات الرولكس، وكذبونا جميعا. ولاننا نراهن على المصداقية والاحترام، لفت الايام ومرت، وبعد 8 اشهر قالوا ان الساعات معنا وفي خزينة النادي الاهلي. انا بقول لهم النهاردة بكل احترام، طب الساعات اللي اتباعت هترجعوها ازاي؟ طب الكود نمبر بتاع كل ساعة هتجيبه منين؟ السيريال نمبر بتاع كل ساعة هتغيره ازاي؟ قصة كبيرة وعجيبة، ويريدون في كل مرة ان ينفخون في النار. ليس كفرا ان تعمل في نادي باحترافية واحترام، وليس عيبا ان يكون حسام البدري رئيسا لنادي بيراميدز، ويكفيه شرف هذه الشهادة من المستشار تركي الشيخ. الامور هادئت، بس على خاطر انا بثبت لكم وان هذا البرنامج المحترم يرفض النفخ في النار، ومصلحة مصر فوق اي اعتبار بما فيها كرة القدم طوال الفترة الماضية، ونحن نحاول ان نكون رسالة سلام للجميع، لاننا نعتز بمعالي المستشار تركي الشيخ كما نعتز كثيرا بامتنا العربية والمملكة العربية السعودية، ونعتز كثيرا بالاهلي العظيم وجماهيره. هذا البرنامج كان دائما يدعو لضبط نفسي وللاحترام واحترام الاخر، تشجيع الاستثمارات، لان ذلك هو في صميم مصلحة هذا الوطن ومصلحة مصر. ولكن الدنيا تهدأ فتجد من ينفخ في النيران. تارة هذا الموقوف الذي ممنوع اعلاميا من هنا ومن هناك يجعل الدنيا تقوم ولا تقعد، وتارة اعلامي يفبرك قصة هو يعلم جيدا انها باطلة وانها خاطئة. طب شكلكم ايه بعد البيان ده اللي اصدره المستشار تركي الشيخ؟ صاحب الفكرة والراجل بيقول لك النادي الاهلي باحترام قال بلاش باقة في الشتاء، خلي بلاش كينو بدل باقة في الشتاء، خلينا في الصيف، واتفقنا على ذلك. حدث الخلاف قبل فترة الانتقالات الصيفية بيني وبين النادي الاهلي، فتحولت وجهة الرجل الى بيراميدز. يعني لما جيت كلم المستشار تركي الشيخ في موضوع كينو اصلا ما كانش فيه بيراميدز طلع للنور ولا اتولد من اساسه.
يعني لما جه اتعرض كينو على النادي الاهلي ما كانش في بيراميدز في النور، ما تواجدش في الحياة، لم يظهر بعد، لان الخلاف حصل في مايو. انا نفسي اعرف شكلكم ايه دلوقتي، نفسي اعرف شكلكم ايه دلوقتي. كفاية لعب بمشاعر الجماهير، اتقوا الله في البلد، اتقوا الله في الجماهير العريضة، بلاش تنفخوا في النار وتدعوا الى التعصب الاعمى، وتخلوا الناس في مزيد من التعصب والكراهية ضد بيراميدز. كفاية. يعني كيف الاعلامي كبير وهو يعلم جيدا ان كلمة كذا كذلك ستزيد من الاحتقان والغضاضة في النفس والكراهية من جماهير الاهلي لدى بيراميدز. اتكلم معاكم بمنتهى الصراحة يا اخي، لما اتعرض كينو ما كانش بيراميدز طلع للنور ولا اتولد اصلا يا اخي. الراجل بيقول لك في البيان شهادة قاتلة لك ولامثالك، قال لك ان قاعدة كان فيها كذا وكذا وكذا، عرضنا كينو في الشتاء بدل باقة. الاهلي بمجلس ادارته والكابتن المحترم الكابتن محمود الخطيب قال بكل احترام خلينا في بداية الصيف في فترة الانتقالات الصيفية عشان نبدأ بالموسم. فين بيراميدز هنا في الحاضر يا اخي؟ انت المستشار تركي آل الشيخ معاك انت في لقائك، انت قال في 4 صفقات من العيار الثقيل، وربما كان يقصد منهم كينو. لما قال لي، لما حضرتك قلت له ترجم لي، والله العظيم لست بصدد الدفاع عن احد ولا اتحدث دفاعا عن احد، ولكن كفاية حرام عليكم الجمهور العظيم العاشق للنادي الاهلي، كفاية نفخ في النار عشان تخلوه يزداد كراهية في الاخرين. الاخرين دول ابناء النادي الاهلي المحترمين. كفاية انتم تطلقون الكلمات وتعلمون جيدا انها موجهة للضرب في صميم هذا الكيان الناشئ اللي احنا كلنا بنشجعه، كان بيراميدز، ونعتز بيه وسنظل نعتز بيه ونعتز بالمستشار تركي آل الشيخ. ليس بيننا وبينه اي مصالح، وليس بيننا وبينه اي اتصال، ولكن هو الوطن، هو الوطن. الراجل علاقتنا منقطعة بيه منذ فترة، وبكثير من المصريين بما فيهم انا، ولكن حرام تطلع كلمات تضرب كالسهم في القلوب عشان الناس تكره أسامة البدري، وعشان الناس تكره هادي خشبة، وعشان الناس تكره أحمد حسن، وعشان الناس تكره أحمد أيوب، وعشان الناس تكره مش عارف مين، وعشان ليه؟ ليه؟ لصالح مين؟ لصالح مين؟ واحد معتوه ينبش في القبور ويرجعنا 7 سنين الى الخلف ولا 8 سنين ويحيي الدم اللي برد والاموات اللي اتدفنوا، وواحد تاني يقول لنا كينو وحسام البدري. يا جماعة حرام عليكم، لا خير فينا ان لم نقولها، بلدنا تستحق منا ان نكون اعقل من ذلك. تريثوا، لا تطلقوا الكلمات التي من شأنها تأجيج ما في الصدور وتزرع الكراهية للآخر وتدعو للتعصب بين الناس. كفاية عندك مستند تنتقد بيه نادي تفضل، عندك معلومة سليمة قولها يا أخي. حتى في علم البلاغة تعلمنا ونحن ندرس في الجامعة أنه ليس كل ما يعرف يقال، لأن ربما تقول معلومة وتكون سليمة أضرارها تكون أخطر بكثير من مصداقية نشر المعلومة. هذا استفزاز لكل المشاعر، وفجأة الموضوع كبر. بيان من الكابتن حسام البدري، بيان من المستشار تركي آل الشيخ، جماهير بتتكلم على السوشيال ميديا، كراهية لحسام البدري. ليه؟ عشان ايه؟ ماذا صنع هذا وذاك؟ احترافية في التعامل، يعملون باحترافية في مكان محترم أضاف للكرة المصرية، ولاعب كبير هو الأفضل في الكرة المصرية حتى الآن هو كينو.
اشمعنى كينو اللي انت اتكلمت عنه بالذات وفي التوقيت ده بالذات، وعشان ايه؟ وفي الوقت اللي احنا بنحاول نهدي النفوس وتعود المياه الى مياهها، نحظى على الامارات الخاصه بمستشار تركي آل الشيخ وبيوت مفتوحه في القناه، ويجذب مزيدا من الاستثمارات، ونحاول لكل العالم احنا بيئه صالحه للاستثمار، وهلموا الينا فمصر حاضنه لنا. النهارده الرئيس كان ده الروعه في الندوة التثقيفية بمناسبة حرة 50، لأقرأ هذه المراقية صادق معكم على طول، ولكن أكون بمثل هذه الحالة من الصدق معكم كما أنا عليه الآن. قال وهو بيقول التوعية والاصطفاف حول المشروع الأكبر لمصر وتطويرها يعتمد على المصداقية. الزاغر الأول خاطب قادة الجيوش، قادة الجيش المصري، خاطبهم، خاطب قادة الشرطة، خاطب الوزراء، خاطب مؤسسات الدولة. قال لك المعلومة آخر عليك أن تجي المعلومة وتثقف اللي قدامك بالشكل الذي يقل الشائعات ويقتل الفتن ويجعلها تكبر وتنهض. تحدث الرجل النهضة الرئيس بشكل كان مبهر، كم كان عظيم النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتكلم دون ترتيب مسبق وليس له كلمة في البروتوكول اصلا او في الاجندة الخاصة به. طلب الكلمة وقال عايز اتكلم معاكم كانسان، واعطى جزءا كبيرا لاعادة وعي الامة وتثقيف الامة، والرياضة وكرة القدم جزءا من ذلك لا يتجزأ. انا اديت وقت لهذا الموضوع من منطلق ما قاله الرئيس وما كلفنا به الرئيس النهارده بضرورة تصحيح المعلومات الخاطئة وعدم بث الشائعات المضللة التي تنال من هذه الأمة وعافيتها، وتدعو إلى التعصب، وتدعو إلى عدم الاصطفاف، وتدعو إلى هدم كل شيء جميل سواء اختلفنا عليه أو اتفقنا عليه. فتحية للرئيس على ما قاله النهارده، كلام مهم وكلام في الصميم، ومع كل كلمة كنت مركز كويس جدا، وكان بيتكلم النهاردة بشكل وكأنني أسمعه لأول مرة. تلك هي قصة حسام البدري الذي ظلمه هذا الرجل وتقول عليه حتى يظهره في نظر الآخرين بأنه الذي كره الأهلي وهو الذي أعطى للأهلي، بأنه حرم الأهلي من لاعب كبير وهو الذي حقق الأرقام القياسية مع النادي الأهلي، بأنه هو الذي باع الأهلي وهو يعلم أنه كم هو أمين في كل فترة تولى فيها قيادة النادي الأهلي، وهو على نفس الأمانة والمصداقية في مكانه كرئيس لنادي بيراميدز. الآن سنظل نقول تحية لبيراميدز وتحية للمستشار تركي آل الشيخ، ومزيدا من العقلانية في التناول، ومزيدا من ضبط النفس، وعلى الإعلام أن يتحمل مسؤولياته للحفاظ على الجميع. فالأهلي عظيم مهما حاول البعض أن يقلل منه، فهو العظيم الكبير لهذه الأمة وهو نادي القرن. والمستشار تركي آل الشيخ رجل كريم ورجل كيان كبير، والمملكة ومصر قاطرة وعمود خيمة هذه الأمة، وحسام البدري اسم كبير، وكل من يعمل في المنظومة له منا كل الدعم والمساندة. لا تنفخوا في النار وكفاكم يرحمكم الله. من المقدمة إلى العناوين. ممدوح عباس يخاطب وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة لإلغاء عمومية 18 و19 أكتوبر التي دعا لها الموقوف. الصحفيين يوجهون دعوة حاسمة لكل الزملاء الإعلاميين لدخول نادي الزمالك السبت المقبل رغم أنف الموقوف.
أزمة كينو تفضح الجميع، والصدق هو سلاح حسام البدري حيث أنه كسب الرهان. حصاد شامل لمباريات الدور الـ32 في كأس مصر في سهرة الخميس من استوديو كورة بلدنا. وأخبار حصرية من كل الأندية المصرية بجانب حصاد الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز. ومعنا أيضا أجمل اللقاءات العالمية في أسبوع. أما ضيوف اليوم فمعنا ومعكم على الهواء مباشرة على جزئين، الجزء الأول الكبير ضياء السيد والكبير تامر عبد الحميد وخبيرنا التحكيمي ومحللنا الكبير ياسر عبد الرؤوف، والجزء الثاني لأول مرة ناقدنا الرياضي المحترم الأستاذ هشام أبو حديد في فقرة إحصائيات الأحسن والأسوأ في الدوري المصري بعد الأسبوع العاشر. من العناوين إلى التفاصيل، عندي ثلاث خطابات هم قدامكم. بسم الله ما شاء الله، الأستاذ ممدوح عباس يضرب موعدا من أجل إنقاذ نادي الزمالك، فبعد هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وتصديه للعمومية الباطلة 18 و19 أكتوبر الجاري والدعوة لها بشكل غير قانوني وغير لائحي، تصدى الأستاذ ممدوح عباس للأمر وأرسل اليوم ثلاث خطابات مهمة: خطاب إلى السيد وزير الشباب والرياضة، وخطاب إلى رئيس اللجنة الأولمبية، وخطاب إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة. خليني أبدأ معاكم بخطاب السيد وزير الشباب والرياضة حصريا في كرة بلدنا. السيد وزير الشباب والرياضة، تحية طيبة وبعد، مقدمه لسيادتكم ممدوح محمد فتحي عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية الأسبق وعضو عامل بالنادي ومحله المختار كذا 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 إلى آخره، أتشرف بعرض الآتي: حيث سبق وأن أعلن رئيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للنادي والمزمع إقامتها يومي الخميس الموافق 18/10 والجمعة 19/10 الجاري 2018، وحيث أن الإعلان لهذه الجمعية الغير عادية قد شابه الكثير من العوار والمخالفات القانونية واللائحية، الأمر الذي وصمها بالبطلان، وذلك لأسباب متعددة. الأسباب عدها في سبب أول وثاني وثالث ورابع وخامس بشكل مفصل وشكل هائل، وفي الآخر قال: ولذلك ألتمس من سيادتكم بعد فحص الطلب المقدم منا ومراجعة المخالفات القانونية واللائحية الواردة بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار قراركم بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية لنادي الزمالك المزمع إقامتها يومي 18 و19/10 الجاري، وذلك لبطلان الدعوة للانعقاد إليها وتضمينها المخالفات القانونية المذكورة مما يشوب الجمعية العمومية غير العادية للنادي بالبطلان والمخالفة. خمس أسباب وجههم الأستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق في مذكرته لوزير الشباب والرياضة لإلغاء هذه الجمعية، ونفس الأسباب للسيد رئيس اللجنة الأولمبية والمهندس هشام حطب هي ذات الأسباب الخمسة، ونفس الأمر بالنسبة لمديرية الشباب والرياضة في الجيزة. مالي الدكتور كمال شعيب المحامي بالنقد ومحامي الأستاذ ممدوح عباس، السلام عليكم يا كمال بيه. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ عبد الناصر، ازي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني اليوم صدرتم ثلاثة خطابات،
أو ثلاثة مذكرات، مذكرة لوزير الشباب والرياض، ومذكرة لرئيس اللجنة الأوبية، ومذكرة ثالثة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة لإيقاف ما أثمتوه بالجمعية العمومية غير العادية الباطلة التي دعا إليها الموقوف 18 و19 أكتوبر الجاري. هو في الحقيقة في الناصر احنا تقدمنا بأربع شكاوى مش بثلاثة. شكوى يعني مهمة جدا وخطيرة جدا قبل ما ندخل في موضوع الجمعية العمومية. احنا كنا تقدمنا في 31/7/2018 بشكوى لمديرية الشباب والرياضة بأن المجلس الحالي مازال لم يودع أموال النادي الحسابات الرسمية. تمام. وإن مازالت أموال النادي تودع في خزينة النادي بالمخالفة لكل القوانين وللائحة المالية للنادي. وده أمر أنا عايز أوضحه بس يا أستاذ عبد الناصر، إن ده صميم اختصاص وزارة الشباب والرياضة وصميم اختصاص مديرية الشباب والرياضة، هي الرقابة المالية على النادي. إلا إننا للأسف فوجئنا وصدمنا أول أمس برد السيد المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة بحفظ الشكوى على أساس إن موضوع هذه الشكوى محل تحقيقات النيابة العامة وإن على الشاكي أن يلجأ مباشرة للنيابة العامة. فاسمح لي أوضح الخطأ الجسيم في هذا الرد يا أستاذ عبد الناصر، إن محل الشكوى هو المخالفات اللي بيرتكبها المجلس الحالي مش المجلس السابق. حضرتك عارف التحقيق كويس إن المخالفات موضوع التحقيقات اللي في نيابة الأموال العامة أو النيابة العامة متعلقة بالمجلس السابق العضويات الاستثنائية أو موضوع العملة أو فتح حسابات خاصة وعدم إيداع أموال النادي بها. إنما موضوع الشكوى الحالية هو إن المجلس الحالي يصر على مخالفة القانون وعدم إيداع أموال النادي بحسابات النادي ويتم إيداعها بخزينة النادي حتى الآن. تمام. وده أمر خطير جدا لأنه أولا بيهدر أموال النادي اللي هي الأموال العامة. إزاي يا أستاذ عبد الناصر بيهدرها؟ هذه الأموال لو تم إيداعها حسابات البنوك ستدر عوائد على النادي. تمام. إذن هذا المال مهدر على نادي الزمالك، فضلا عن كم المخاطرة اللي بيتم اللي الأموال وهي مدعى في الخزينة بتتعرض ليه. تمام. وبالتالي يا سيادة المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، هذا الرد يعرض مسؤولي ومدير الشباب والرياضة ومسؤولي وزارة الشباب والرياضة للمسؤولية الإدارية والجنائية، لأن ده صميم اختصاصهم هو الحفاظ على أموال الأندية بما أنها مال عام. النهاردة تقدمنا بتظلم حتى يرفع لمعالي الأستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضة لينظر في هذه الشكوى. هذه هي الشكوى الأولى أستاذ عبد الناصر. أما الشكاوى الثلاثة الأخرى كان موضوعها الجمعية العمومية المزمع عقدها. طبعا زي ما حضرتك قلت في تحدي صارخ من إدارة مجلس إدارة نادي الزمالك للقانون وللجنة الأولمبية ولوزارة الشباب والرياضة جميعا بدعوى لعقد جمعية عمومية غير عادية. وورد بها مخالفات أكثر جسامة من الجمعية الباطلة السابقة. أولا هذه الجمعية والأمر الخطير اللي يجب أن ننتبه ليه يا أستاذ عبد الناصر، الدعوة بتقول أن مجلس إدارة النادي قرر الدعوة. السؤال اللي أنا عايز أوجهه للجميع، متى وأين وكيف انعقد مجلس إدارة نادي الزمالك؟ أولا السيد رئيس المجلس موقوف بقرار اللجنة الأولمبية ومجمد نشاطه بقرار الاتحاد الأفريقي، ومن ثم محظور عليه حضور اجتماع مجلس الإدارة. دكتور حازم ياسين رحمة الله عليه، السيد هاني زادة خارج القاهرة مع المستشار أحمد جلال في المستشفى، نائب رئيس مجلس إدارة النادي لم يتم دعوته، استاذ هاني العتال لم تصل دعوة لحضور أي اجتماع، الدكتور عبد الله جورج لم يتم دعوته. إذن هذا الكيان العظيم نادي الزمالك كيف انعقد مجلس إدارته بعدو أو عدوين أو ثلاثة؟ طبعا ده أمر يعني أراه مهين لهذا الكيان العظيم. إذن لم ينعقد مجلس الإدارة من الأساس حتى يتم الدعوة لعقد جمعية عمومية.
الامر الاكثر خطوره يا استاذ عبد الناصر ان الجمعيه اوردت ان بحضور 7000 فقط تكون الجمعيه صحيحه، وهذا امر مخالف للقانون وامر مخالف للائحه نادي الزمالك، ووراءه اكثر جراه على التحدي على القانون. هو عايز يقول ان اللائحه اللي كانت موضوع الجمعيه العموميه اللي اعلنت اللجنه الاولمبيه بطلانها تم اعتمادها، لانه عدل النصاب من 10000 ل 7000. اذا هذه جمعيه باطله ومنعدمه. وانا يعني اسمح لي يا استاذ عبد الناصر نوجه نداء لوزاره الشباب والرياضه. اتفضل. واللي معايا الاستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضه هو المسؤول الاول عن الرياضه، ويجب ان تتصدى الوزاره لهذه الدعوه، ويجب ان يكون لها امر فصل في هذه الجمعيه. لا يجب ان يترك الامر للجنه الاولمبيه فقط، لا يجب ان يترك الامر ونقوم بدور المشاهد فقط. وزاره الشباب والرياضه هي مسؤوله ماليا واداريا عن العديد من امور الرياضه في مصر، يجب ان يكون لها دور. وعشان كده احنا تقدمنا للسيد معالي وزير الشباب والرياضه، لمديريه الشباب والرياضه، وللجنه الاولمبيه المسؤولين عن الرياضه لوقف هذه المهزله. الامر الاخير بس اللي عايز اضيفه يا استاذ عبد الناصر، اتفضل يا فندم. احنا لما تقدمنا بالشكوى الاولى تقدمنا بتظلم من مخالفات نادي الزمالك. السيد ممدوح عباس لم يشا ان يدخل النادي كل يوم في امور قضائيه ونيابيه والنيابه عامه، وانما بيلجا للجهه المنوط بيها الرقابيه وهي مديريه الشباب والرياضه. لا نريد ان نضطر ان نلجا للنيابه مره اخرى وتعيد النيابه التحقيق مع المجلس الحالي واموال النادي، ويتعرض النادي لكم هذه المشاكل بسبب عدم احترام القانون من مجلس الاداره الحالي. دكتور كمال شعيب، يمكن اخذ رايك سريعا وشكرا لوقتك معايا، ولكن جالي سؤال قبل الهوى يمكن انا طبعته قدامي، لان جالي من احد المتابعين سؤال طويل جدا ولكن عجبني جدا، استغل وجودك معايا ربما تجد لنا اجابه عليه. سؤال مهم للسيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي المحترم والجهه الاداريه. انا من متابعي البرنامج، ارجو عدم ذكر اسمي الموقوف او المجمد اعلن عن جمعية عمومية غير عادية يومي 18 و19 اكتوبر 2018، وطبقا للقانون واللائحة تكون هذه الدعوة بناء على اجتماع مجلس ادارة. والسؤال الذي نوجهه لسيادة الوزير، هل ارسل لك الموقوف صورة من هذا المحضر؟ وما الذي حضر في الاجتماع؟ هل عندك رد على ده ولا بتطالب الوزير بان يرد علينا في هذا الموضوع؟ هو سبب رئيسي من اسباب بطلان الجمعيه ان مفيش مجلس اداره صحيح، ومفيش دعوه لاعضاء مجلس الاداره او للسيد نائب رئيس مجلس الاداره، وبالتالي مفيش مجلس اداره من اساسه. فبالتالي السيد وزير الشباب والرياضه ومدير الشباب والرياضه لابد لهم من التدخل، هذا صميم اختصاصهم. طيب سؤال تاني، رئيس النادي الموقوف ممنوع من التوقيع على الأوراق بقرار من اللجنة الأولمبية المصرية، ونائب الرئيس هاني العتال أعلن أنه لم يدعى إلى اجتماعات خاصة، وكذلك الدكتور عبدالله جورج، ونائب الرئيس أحمد جلال إبراهيم مريض في المستشفى أو في منزله، والدكتور حازم ياسين أمين الصندوق في ذمة الله، والسيد هاني زادة في سويسرا، ولم يتبقى إلا اللواء علاء مقلد وإسماعيل يوسف وشريف الفار. هل ذلك يعني صحة الاجتماع إن حصل؟ لا يجوز ولا يصح بالمرة من شباب الرياض من المديرية أن تطالب النادي بإحضار هذا المجلس من هذا المجلس حتى تطلع الإجراءات اللي تمت لدعوة المجلس، من حضر هذا المجلس، من قام بالتوقيع على هذا المجلس. طيب ده النادي الزمالك يجب يعني أن يسترعى انتباه الجميع. وصلت الرسالة، شكرا دكتور كمال شعيب المحامي بالنقد ومحامي الأستاذ ممدوح عباس. النهارده جات لي من العفورة بتاعت نادي الزمالك واهل الخير ان منذ قليل في مشاجرة تمت ما بين الموقوف مع سيدة عجوز. للأسف يعني الموقوف تعلمون انه بلا قلب، فلا يعري اي اهتمام لذوي القدرات الخاصة
ونفس الامر بالنسبة لكبار السن، لمن في النادي يريد ان يسخرهم لرغباته ولأهوائه ويساندوه في معاركه الشخصية التي بعيدا عنها تماما هذا النادي العظيم نادي الزمالك. الموقوف تشاجر مع عضوة، ويمكن الموضوع قدامنا وجالنا من ساعة، ويمكن حتى اللي كلمني خليت الإعداد يتولى الموضوع وخليتهم حتى يكتبوهولي أوتو كيو هم نايمين وأنا بتكلم محدش متابعني خالص. فالأمر تطور، والأزمة كلها بسبب إيه؟ بسبب 500 جنيه. بتقول له أنت قاعد تقول في الإذاعة المحلية إن في 500 جنيه، وهذا كلام خاطئ. فتخيل عمل فيه، أقول لكم الموقف بالضبط. يعني تشاجر الموقوف مع عضوة من عضوات النادي ونهرها بشدة، والسبب عندما توجهت السيدة إلى مكتب رئيس النادي وذلك لمقابلته للاستفسار عما تم ذكره في الإذاعة الداخلية للنادي عن غرامة 500 جنيه بخصوص عدم حضور الجمعية العمومية للنادي، قائلة لرئيس النادي: هو حضرتك كل شوية هتعمل لنا جمعية عمومية؟ أنا عيلتي مش هيقدروا يجوا الجمعية العمومية. فما كان من رئيس النادي هذا الموقوف إلا أنه نهرها وقال لها: أنا هارب لوحدي، أنتوا لازم تيجوا، على كان دي مؤامرة علي وعلى النادي. فقالت له: أنت بتزعق لي ليه؟ أنت بطل تعمل مشاكل مع الناس، ومش هيبقى في حد بيتآمر علينا ولا على النادي، وما فيش مؤامرات أصلا على النادي، دي مشاكل خاصة بيك أنت. قام طردها من المكتب وأمر الأمن أنه يسحب الكرنيه الخاص بالسيدة وإيقافها ومنعها من دخول النادي. من أرسل لي هذه المشكلة شاهد عيان يقسم بالله، وفي النهاية بيقول: وهكذا تدار العزبة وحسبنا الله ونعم الوكيل. رسالة بس جاءتني وأقولها لكم بما يرضي الله. كمان عندي موضوع شائك تاني في نادي الزمالك. النهاردة نشرت المواقع دعوة الصحفيين أعضاء الزمالك الدخول للنادي السبت. طب هو وقفهم تاني؟ صحفيين دول قيمة كبيرة أيها الموقوف. الصحفيين زملاء الأعزاء دول يتمنى أن يسلم عليهم أمثالك عن بعد. دول قيمة لهذا الوطن، ضمير الأمة. الصحفيين مش لعبة معاك، كل دقيقة توقف وكل. لا، الصحفيين أكبر من كده وأكبر مما تتخيل، ولا بد أن ننتصر للزملاء الصحفيين والإعلاميين. ده مش عزبتك، كل ما تقرأ لك كلمة مش على مزاجك توقف الصحفيين. الصحفيين بيجوا نادي الزمالك العظيم، ما بيجوش بيتك ولا ناديك، بيجوا للعظيم نادي الزمالك. لا تمتلك أنت ولا غيرك أن تمنعهم ما داموا أعضاء عاملين مسددين للاشتراكات يعلمون ما لهم وما عليهم. كفاية عيب. كتب في المواقع اليوم أنه يعلن الصحفيين أعضاء نادي الزمالك عن غضبهم الشديد واستياءهم من قرارات المنع المتكررة من دخول النادي والتي تتخذ دون سند من لائحة أو قانون، وإنما بمزاق شخصي من الموقوف الذي يضرب باللائحة والقانون عرض الحائط. مع وقوف الجهة الإدارية والوزارة وباقي مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون موقف المتفرج مما يحدث. وأضاف الصحفيون خلال بيان أن ما يحدث من رئيس النادي الموقوف تجاوز كل القوانين والأعراف، فعضوية الصحفيين اكتسبوها وفقا للقانون. حضرتك ما بتمنش على حد ولا يستطيع أحد المساس بمراكزهم القانونية، وبالتالي لم يعد من اللائق السكوت على تعدي الموقوف على القانون تجاه الصحفيين. وبناء عليه نعلن نحن الصحفيين من الأعضاء العاملين بالزمالك دخول النادي بشكل قانوني يوم السبت القادم في تمام الساعة 3 عصرا، وعلى الجهات المختصة من وزارة الشباب إلى مديرية أمن الجيزة وقسم العجوزة تحمل المسؤولية والتواجد لتمكين الزملاء من دخولهم النادي بالشكل القانوني اللائق. شايف عظمة الصحفي هو بيخاطب الناس في بيانه؟ شايف الرقي بيخاطب حتى مؤسسات الدولة بأدب؟
بعد اذنكم احنا جايين يوم السبت لنادي الزمالك، ارجو عمل الاحتياطات اللازمه لدخولنا بامان. ما صدر من حقنا بقرارات الايقاف او لبعض الزملاء غير قانوني، احنا جايين النادي باحترام. دول الصحفيين ضمير هذه الامه. خلينا نستقبل الزميل المحترم الاستاذ خالد كامل. معايا الاستاذ خالد كامل يا جماعه؟ اهلا بيك، اهلا بيك الاستاذ خالد كامل، المتحدث الرسمي باسم مجموعه الصحفيين العاملين في نادي الزمالك. استاذ خالد كامل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر. اهلا بيك. خلينا نوضح بس لحضرتك، الاستاذ خالد كامل غير الاستاذ خالد كامل رئيس تحرير الكره والملاعب ورئيس لجنه مسابقات القسم الثاني، بس للايضاح. بس في اضافه ثانيه. اني انا مش متحدث باسم مجموعه، لا، برابطه الصحفيين اعضاء نادي الزمالك والانديه الاخرى المشهره رسميا ضمن الاجتماع. انا متحدث باسم الرابطه. يعني حضرتك المتحدث الرسمي باسم رابطه الصحفيين الاعضاء العاملين في الانديه المصريه بصفه عامه، النادي الزمالك والانديه الاخرى ايا كان، حتى لو مراكز الشباب. اشهرت امتى هذه الرابطة يا استاذ خالد؟ وبشكرك على المعلومة. في 2016 يا استاذ عبد الناصر. يعني اشكرك انكم انتوا فكرتوا بشكل قانوني حتى يكون هناك كيان للاعضاء العاملين في نادي الزمالك وغير نادي الزمالك وكل الاندية ومراكز الشباب. نحن لسنا خارج قانون الدولة الذي ينظم مؤسسات الدولة ومنها النوادي. حضرتك البيان الصادر ماذا يعني يا استاذ خالد؟ اليوم اصدرنا هذا البيان وقلنا فيه بشكل واضح جدا 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 لمن يطالع البيان او يسمع عنه، اننا يوم المقبل ان شاء الله في تمام الساعه الثالثه بعد الظهر نكون امام، انا بحدد مكان، امام الباب الرئيسي لنادي الزمالك المقام لوزاره الشباب والرياضه لدخول النادي بشكل رسمي قانوني، اذ انه لم يجرى على احد من الممنوعين عقوبه تاديبيه او احاله للتحقيق او صدر من احد من الصحفيين مطلقا خطا، لا في رئيس النادي ولا في اعضاء مجلس الاداره ولا في الاعضاء الزملاء في النادي ولا في افراد الامن ولا في العمال ولا حتى في القطط اللي بتدخل النادي. نحن لم نرتكب خطا يوجد منع الصحفي، دي نمره واحد. نمره اثنين، نحن خاطبنا كل المؤسسات وانا من خلالك اخاطب اللواء مصطفى شحاته مساعد وزير الداخليه امن الجيزه بتهيئه الاجواء وايجاد قوات امنيه لترقب نفسها ان الصحفيين لا يمكن ان يتحركوا بشكل خارج اطار القانون. نحن لسنا مجموعه خارج اطار القانون او لسنا مجموعه، نحن نخبه المجتمع، نخبه هذا المجتمع. نمره ثلاثه وده بشكل مهم جدا، هذه المرة لم نقبل التفاوض، لم نقبل الجلوس على طاولة، لم نقبل الجلوس في كلام ودي. نحن أعضاء في نادي الزمالك بحكم القانون، قانون الرياضة، وبحكم المحدثية العليا التي أحيل لها قرار القانون هل يمكن للصحفيين أن يستخدموا ضمن الفئات المستثناة؟ نعم، وقالت هذا الكلام منذ أكثر من 20 عاما. لسنا عالة على احد، فلوسنا احنا دفعنا ملايين في نادي الزمالك بحكم القانون، ليس بمنة من احد. نحن لسنا في عداء شخصي مع المستشار مرتضى منصور، الرجل استاذ خالد بعد اذن حضرتك وانت زميل عزيز يمنع ذكر اسمه منعا تاما طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للاعلام. شخصيا مع الوزير كلمت الدكتور اشرف صبحي، كلمته حوالي 8 دقائق و40 ثانية. الراجل كان لطيف جدا في الكلام، وقلت له بشكل واضح جدا احنا هنستخدم كل حقوقنا المدنية في تقديم بلاغات للسيد الملك وتقديم بلاغات وتحرير محاضر امام رئيس نيابة العجوزة وتحرير محاضر في النجدة واستدعاء افراد امن او اعضاء من نيابة العجوزة اثبات الصحفيين النادي بشكل رسمي، ما الذي بينه وبين الصحفيين؟ ثم يمنع الصحفيين كلهم عدا جريده الوفد. نحن لسنا في عداء مع الوفد، هل لان الوفد اللي كتبت عن السوبر اللي خدوا بقيه الصحف ما كتبتش؟ نحن لسنا ملاكي،
احنا مش شغالين عند حد، احنا شغالين في مؤسساتنا. وانا قلت للمستشار مرتضى الكلام ده، نادي الزمالك نحن اعضاء اعضاء نقابة الصحفيين، يرأسها السيد نقيب الصحفيين داخل نادي الزمالك، نعم نادي الزمالك ورأسنا المستشار مرتضى منصور الصين او صاد او غيره. لو سمحت ما نذكرك اسمه يا استاذ خالد، ما توقعنيك في مخالفة لو تكرمت. يعني حضرتك قول الصفة لا تذكر اسمه حتى لا اقع في مخالفة قانونية. لا انا اتكلم كيفما احب استاذ مصر، وانت اتكلم زي ما انت عايز. لا انت عندنا تعليمات من المجلس الاعلى للاعلام، احنا مش ضد حد يا استاذ خالد. لا يا استاذ، لا هنكمل مع الاستاذ خالد لو سمحت. خلي بالك احنا مش في خصومه مع حد يا استاذ خالد، احنا ننفذ تعليمات المجلس الاعلى للاعلام. لحسن انت تفهمني غلط، بالعكس كل الناس فوق دماغنا ولسنا في خصومه شخصيه مع احد يا استاذ خالد. اتفضل استاذ خالد كامل. يا استاذ خالد اقف في مكان في شبكه. لا يعني انوه ان احنا لسنا في خصومه، انا معاك ومتفق معاك تماما. الصحفيين اكبر وانا منكم كزميل اعلامي اكبر من ان شخص الامور، ولكن نحن ننفذ قرار المجلس الاعلى للاعلام بس يا استاذ خالد، مش اكتر يعني. بس هو رئيس نادي الزمالك فعليا وفقا للقانون يا استاذ مصطفى. ما احنا هنقول صفته لكن ممنوع ذكر اسمه. ايا كان ايا كان، هو رئيس نادي الزمالك. اتفضل. احنا مش في خصومه مع رئيس نادي الزمالك ولا مجلس الاداره. صح. اننا عرضنا على مجلس الاداره الاتي تحديدا، انا عرضت عليهم الاتي، ان احنا ندرب اولاد الاعضاء على الرسم، نعمل محاضرات لاولاد الاعضاء لتعليم الصحافه وفنون الكتابه الصحفيه. يعني ماذا يريدون ان نقدم لهم اكثر من ذلك؟ الزملاء وانت منهم كيان يحترم وكيان يقدر، ورابطتكم لها منا كل الاحترام وكل الدعم وكل المسانده، واشكرك على دماسه خلقك واحترامك للاخر. نختلف في السياسات وليس بيننا وبين اي احد خصومه شخصيه يا استاذ خالد. مطلقا نهائيا. احنا حقوقنا يا استاذ عبد الناصر، حقوقنا ندخل احنا واولادنا النادي بس. حضرتك كل ما اريد ان انوه عليه، لابد ان يكون حضوركم يوم السبت لدخول نادي الزمالك من خلال القنوات الشرعيه واخطاء الامن، لاننا في دوله المؤسسات ولابد ان نحترم الدوله ومؤسسات الدوله. ولهذا اصدرنا البيان يا استاذ عبد الناصر، ونشر في كل المواقع واصدرنا البيان بشكل رسمي، وانا كنت مدير بشكل رسمي الوزير، ودي اللي حملت معاه مداخله دلوقتي. هيقول لك ايوه ان انا كلمته امبارح، قعدنا 8 دقائق، قلت له حقوقنا، هنعمل بغات، هنعمل محاضر، هنروح ندخل النادي، مش هنبلطج. لكن ماذا يحدث لو الاعتداء على الصحفيين اثناء لتجمعهم ودخولهم النادي؟ لذلك طلبنا من السيد المساعد، مساعد وزير الداخليه الامن الجيزه، ان تحتاط المديريه لمثل هذه الافعال يمكن ان تحدث مع الصحفيين وهم نخبه المجتمع كما ادوات التنويه في هذا المجتمع الصحفيين. نحن لسنا نرجسيين لكن نتكلم عن الحقيقة. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ خالد كامل، المتحدث الرسمي باسم رابطة الصحفيين أعضاء الأندية العاملين في كل الأندية المصرية ومراكز الشباب، متحدثا عن البيان الذي صدر اليوم عن الرابطة بشأن دخول الصحفيين العاملين نادي الزمالك السبت القادم. نرجو ان احنا نكون عندنا ضبط للنفس، وان احنا نعمل من خلال مؤسسات الدولة. الدولة هي كيان كبير، وتحدث الرئيس النهاردة في الندوة التثقيفية، اعرفوا معنى كلمة دولة. أرجوكم من خلال حتى الرياضة وكرة القدم اعرفوا معنى كلمة دولة، نفذوا كلام الرئيس. اللي يعرف معنى كلمة دولة يعمل 100,000 حساب لكل فعل قبل ما يفعله. الصحفيين كيان كبير، والزملاء الصحفيين فوق الراس وجوه العين في كل الدنيا، ولا بد من حسن معاملتهم، ولا يتم التعامل معهم بهذا الشكل الذي يتعامل به الموقوف رئيس نادي الزمالك بشأنهم. وإذا كان هناك خصومة لعدم ذكر اسمه أو نزول صورته في الصحف المصرية، فهذا شأن يتبع هذا الكيان العظيم الذي نجله ونقدره، المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد شيخ الصحفيين، ونحن ضمن مؤسسات الدولة وننفذ القرارات بحرفية تامة وبمهية مطلقة.
النهاردة جريدة الوطن قبل ما اختم معاكم هذا الجزء، جريدة الوطن النهاردة بتأكد انفرادي بالامس وتنشر ام خطيرا جدا وانا نتكلم فيه بالامس بان مساندة وزارة الشباب والرياضة للموقوف. وقالت جريدة الوطن في مفاجأة من الثقيل، قام رئيس نادي الزمالك الموقوف من قبل اللجنة الاولمبية والاتحادين الافريقيين لكرة القدم وكرة اليد باللجوء الى اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المحترم طالبا منه دعمه في مواجهة اللجنة الاولمبية التي اوقفته لاجل غير مسمى لحين وصوله للتحقيق بنفسه لمسؤولي اللجنة خلال الفترة الماضية. النادي واتفقوا ان النادي يرسل اللائحة تفصيل لوزير، والوزير اشرف صبحي يطلب تفسير من البرلمان. وارسل الموقوف اللائحة التي تم تعديلها في الجمعية العمومية الاخيرة المرفوضة من اللجنة الاولمبية والتي لم تعتمد واقرت ببطلانها الى الوزير موافقا بها طلب لإحالة اللائحة المعدلة الى لجنة التشريع بمجلس النواب للحصول على تفسير تشريعي تحت عنوان هل المقصود بعرض اللوائح على اللجنة الاولمبية هو لوائح النظام الاساسي عن فترة توفيق الاوضاع خلال الثلاثة اشهر الاولى من صدور القانون الرياضة ام اي تعديلات تدخلها الهيئات الرياضية على تلك اللوائح. واكد الموقوف للسيد الوزير ان هناك استقرارا داخل الزمالك على عدم اهمية العرض على اللجنة الاولمبية كونها ليست ذات اختصاص وفقا لرؤيته لانقضاء الفترة الانتقالية، واي تعديل من حق النادي اعتماده من الرجوع اليه. المفاجأة كما ذكرت الوطن ان الوزير اشرف صبحي استجاب لطلب الموقوف وارسل الطلب الى لجنة التشريع للحصول على تفسير تشريعي بما يريده، وفي نفس الوقت تجاهل الوزير ان الموقوف عضوا في البرلمان وربما يستغل اتصالاته في ذلك. وقال للخبر يذكر ان اللجنة رفضت اعتماد عمومية الزمالك الاخيرة بسبب عدم صحة اجراء انعقادها، فشن الموقوف هجوما ضاريا على المحترم المهندس هشام حطب واللجنة الاولمبية والدكتور حسن مصطفى ممثل اللجنة الاولمبية الدولية ورئيس اللجنة الثلاثية، واتهمهم بالاستقواء بالخارج والتدخل في شؤون الرياضة المصرية. يعني ده موضوع انفردنا بامبارح، وانتظروا حلقة الجمعة معانا سيكون لدينا مفاجآت في هذا الشأن، وسيكون معنا ضيف مهم نفتح معه كل الملفات القانونية. لأول مرة في برنامج رياضي يظهر الدكتور سيد بحيري محامي الأستاذ هاني العتال في حلقة أعتقد أنها ستكون قوية جدا لأنها مليئة بالمفاجآت وتستحق المشاهدة، حلقة الجمعة غدا بإذن الله تعالى. أخيرا معايا قبل ما أقرأ كم رسالة وأطلع لفاصل، حطب وإدريس يقدمان التهنئة لرئيس وأعضاء الشباب والرياضة بمجلس النواب، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ومعه المحترم المهندس ياسر إدريس. زاروا النهاردة رئيس لجنة الشباب والرياضة المهندس أشرف رشاد وهنؤوه بالفوز برئاسة لجنة الشباب والرياضة في دورة الإعقاد الرابع، كما هنأ حطب أعضاء اللجنة بالكامل. وقدم حطب الذي توجه اليوم إلى مجلس النواب هدية تذكارية لرشاد عبارة عن مسلة فرعونية مدون عليها تاريخ إنشاء الأولمبية عام 2010 والتي تدل على تاريخ وعراق اللجنة الأولمبية المصرية التي انضمت لأضوية اللجنة الأولمبية الدولية في نفس العام وكان رقمها 14، وتبادل كلاهما أطراف الحديث وكانت جلسة مثمرة جدا جدا جدا، وأشاد الجميع بهذه الخطوة. تحية للمهندس هشام حطب المحترم الذي يبذل جهدا كبيرا من أجل ضبط المشهد الرياضي، وأعتقد أنه يحتاج في الفترة القادمة إلى مساعدة جادة وصادقة من المهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة الذي أهنئه وأقول له مصر كلها تعول على اللجنة في فترة الانعقاد الرابع أملا كبيرا، لا نريد إلا ضبط المشهد ولا نريد إلا الإصلاح ما استطعنا وما توفيقنا إلا بالله عز وجل. معايا كم رسالة قبل ما اختم، رسائل كتيرة جات لي بخصوص الانترو، ولكن خليني اعتذر من اللجنة ان هاني العتال
داخل المجلس، يعني ده في الحوار اللي اجراه حد بعت لي بيقول لي الحوار اللي اجراه المهندس هشام حرب لو عندنا نطلع بيه يا جماعه، الحوار اللي اجراه المهندس هشام حطب للاخبار كان حوارا قويا، يا ريت تعرج عليه. انا بعته لك يا محمود، اقرا لكم عناوينه. وبيقول لي خلي بالك جاء فيه اعتراف صريح بحقيه هاني العتال كنائب رئيس لنادي الزمالك، وانه ابدا ليس خارج اطار هذا الموضوع. هشام حطب للاخبار، وكان حوار مهم، لولا هذا الرجل لتوقفت الرياضه المصريه، ويقصد المهندس خالد عبد العزيز. هذه حقيقه خلافنا مع وزير وحكايتنا مع خالد عبد العزيز، يا رب اكون فهمت صاحب. لولا هذا الرجل لا نستقوى بالخارج او بالداخل، ونتصدى للبلطجه والعنف بالقانون. وهذه تفاصيل جلستنا مع حسن مصطفى. فعلا الاهلي نادي المبادئ، وشعرت بالزمن الجميل لحظه دخولي، وشكرا لمجلس ادارته. لسنا في ازمه مع الزمالك وعموميته باطله لهذه الاسباب، وحضور موظف الوزاره بلا جدوى ولا معنى. العتال جاء باصوات الجمعيه العموميه، والقضاء يحسم مصيره. يعني اتكلم المهندس هشام حطب كلام مهم جدا في هذا الحوار اللي معانا على جاهزين يا جماعه بالحوار ده قبل ما نطلع لفاصل. طيب كمان معايا مجموعه من الرسائل. لا الرساله اللي جايه لي دي من سعاده من معالي اللواء ضياء. انا اللواء محمد ضياء الدين، انا اوريها لياسر مخرج الاستاذ خالد مخلص مخرج البرنامج بيني ما بينه، واقول لكم عليها بعدين. رسالة جاية لك يا أستاذ خالد في الجون، بس مش هقولها على الهوا. عندي كمان حد بعت لي تحالف أصدقاء أبو ريدة لإسقاط شوبير بالقاضية، موضوع نشره الأستاذ شادي أداني في الجمهورية غدا. كمان عندي وحياة النبي حبيبك تسأل وزير الشباب والرياضة وثروة سويلم من اللي دفع ال 300 ألف دولار لنادي الاتحاد للاتحاد الدرامي الزمالك، لأن زرت سويلم صرح، شفت سويلم صرح قبل ذلك إن الاتحاد مفلوس، وبعد الاجتماع مع الوزير دفع. عايزين نعرف مين اللي دفع، وهل هذا دور الوزير ودور اتحاد الكرة؟ وإن كان ذلك فلماذا لم يعامل النادي الإسماعيلي بالمثل، ولا في أولاد ناس وأولاد 60؟ كل الناس سواسية ومحترمين. عادل ابراهيم كمان معايا، مساء الفل يا صاحبي، ليا سؤال، قضية القرن نامت ولا ايه؟ شكلها نامت، حنفي بيظهر ولا في دماغه شيء، وهاني في سويسرا وكان عنده استدعاء يوم 8 وما راحش، وانت لم تنوع على شيء مذا، والموقوف الشتيمه وسب في اللايفات كل يوم، الحكايه يا حاج ارجو الاجابه. صابر حلم عبد الحافظ، اذا كل ما اعرف يقال يا استاذ صابر. الكسر فنجان هيدفع ثمنه، اعتقد ان الرساله وصلت. وائل فاروق حسن من مدينه دالاس ولايه تكساس الولايات المتحده الامريكيه، شكرا جزيلا على فين يا استاذ عبد الناصر المنتخب مصر اللي عنده مباراه غدا قليل مع الكابتن ضياء السيد والكابتن تامر عبد الحميد والكابتن ياسر عبد الرؤوف. عبد حامد القلاوي من متابعي البرنامج، حاضر اول فقره عندنا المنتخب. تحياتي، يا ريت الاعلان يكون سمع. تحياتي استاذ عبد الناصر، لو سمحت اقرا تعليقي. سيدي اذا سمحت لي، هناك فرق بين قناه بيراميدز وقناه الاهلي، فكلاهما لنادي ينتميان الى نادي، اما قناه اون سبورت فهي قناه ليس لها اي انتماء، فهل يقبل جمهور الزمالك ان يعمل حازم امام او فاروق جعفر بقناه الاهلي مثلا؟ تحياتي محمد الشاهد. كم من رموز للزمالك عملوا في قناه الاهلي والدنيا زي الفل. كابتن احمد عبد الحليم كان بيشتغل في الاستوديو التحليلي في قناه الاهلي، الكابتن حلمي طولان، الكابتن فاروق جعفر، ولا اي مشكله. استاذ عبد الناصر من اشد المعجبين ببرنامجك، يا باشا اطرح اراء حول تطبيق من اقامه غرفه بالملاعب تكون مهمتها تسجيل قرارات الحكام والرجوع اليها عند احتساب ضربات جزاء. خطا الكوره في بني سويف لا تلقى للاهتمام للمره الثانيه. ارجو من سجلكم عرض مقترحاتي، وانت برنامج بتسمع لكل الاراء. محمد سعد رزق، بني سويف السكه الحديد. اديني قلت الرساله عم محمد سعد رزق.
عبد الناصر السلام عليكم، عايزين نطمن منك، انت اللي بتدينا الامل باخبارك الصادقه. هل تحقيقات النيابه مستمره ولا خلاص الحكايه نامت، ولا انت مش عايز تتكلم في التوقيت ده؟ لكل مقام مقال. محمد محمود، مساء الفل يا عم محمد. سؤال للخبير التحكيمي الكابتن ياسر عبد الرؤوف لما يطلع معاك بعد شويه، هي ضربه الجزاء التي لم يحتسبها الحكم لفريق مركز شباب منيا السمنور صحيحه ام لا؟ محمد الحداد، كابتن ياسر عبد الرؤوف سمعك واكيد هيجاوب لك على السؤال بتاعك. كمان عايز اقرا كم رساله كده يا كابتن. المصوره الرائعه اللي امبارح ظهرت في بعد هدف من اهداف الاهلي، عايزين نعرف اسمها. عارفين الموضوع ده يا هشام؟ ما بالنبي يا جماعه لو عارفين، الراجل بعت لكم الصوره بتاعتها وانا بعتها لكم على الواتساب، لو عارفينها ممكن نقدر نوصل لها، وبعتها لمحمود عبد السلام، يا ريت نقدر نوصل لها ونجيبها على التليفون بناء على طلب الساده المتابعين، انه بنفذ كل الطلبات. صباح الخير، تحياتي ليهم وتحياتي للكابتن ضياء السيد وحشنا، وللمحترم الكابتن ياسر عبد الرؤوف، الكابتن عامر عبد المين افضل ظهير في الزمالك. يعني رسائل كثيره جدا بخصوص النقد الكبير بالتحكيم المصري. انا عامل سنه كتير من 2012 بصور حكم العقود الاحترافيه، اليوم هنكلم حضرتك اكن اظهرها للنور واحاول ان تطبق من قبل الاتحاد. ابعت لنا بيانات حضرتك وعنينا يا استاذ. اسئله كتيره جدا وموضوعات كتيره جدا الناس بتتكلم فيها، اخبار انتخابات اتحاد الكره لو سمحت من عيني حاضر كله معانا. بعد الفاصل افعل الاستوديو التحليلي، معي ومعكم كبير ضياء السيد والمحترم الكابتن تامر عبد الحميد ظهير ايمن الزمالك الكبير، والنجم محللنا التحكيمي الخبير ياسر عبد الرؤوف. بعد الفاصل، وكمان قبل ما نطلع لفاصل نوريكم الاخبار والمهندس ومش الزميل اللي عمله، يا ريت، لانه حوار بصراحه انا عجبني على المستوى الشخصي. الاستاذ بجيب لكم الاسم، الاستاذ شادي محمد وتصوير وائل الغزاوي. استاذ شادي محمد هو الذي اجرى هذا الحوار، والاستاذ وائل الغزاوي هو الذي يعني حوار مهم جدا لا تنقصه الصراحه، اكيد هيكون معانا بالتفصيل بكره اعداد في حلقه الدكتور سيد بحيري لو سمحت، يا ريت اللي بقوله يتكتب. طيب مباشرة إلى فاصل، بعد الفاصل يفتح الاستوديو التحليلي أبوابه، انتظرونا.